يعرض الفنان محمد المنصور الإدريسي آخر إبداعاته التشكيلية برواق باب الرواح بالرباط، لوحات تتميز بغزارة الألوان طبقا لمبادئ الانطباعية الجديدة. استقبلنا المنصور الإدريسي بمرسمه وسط العاصمة للتعرف أكثر على قصته مع الفن التشكيلي. دائماً في موقع شلة الأثري نواصل عرضنا لمختلف مواد هذا العدد من السينما إلى الفن التشكيلي، لنلج عالم محمد المنصوري الإدريسي واللي كيصنف أسلوبه ضمن خانة الانطباعية الجديدة. مدرسة نتعرف عليها أكثر بزيارتنا للمرسم ديالو في وسط العاصمة الرباط بمناسبة معرضه في باب الرواح إلى غاية 24 شتنبر. صعب يعني انا يعني نوضع راسي في واحد الخانه معينه، لان انا اشتغلت على كثير من المجالات وكثير من المدارس، وانا اشتغل على جميع التقنيات تقريبا بجميع التقنيات، فالتصنيف هو يؤول الى النقاد اكثر مني انا، يعني هما اللي تيوضعوني في الخانه ديال الانطباعيه الجديده او ما يسمى بالانطباعيه الفائضه، وحتى تقريب المشاهد من الانطباعيه الفائضه والانطباعيه الجديده بمعنى أن حاليا الاتجاه السائد في أوروبا هو محاولة الابتعاد من الانطباعية المتعارف عليها، يعني انطباعيات فان جوغ ماني، هذا الاتجاه وهذا الستيل هذه التقنيات، يعني يحاول هذا النقاد أن يجدوا إلى وجدوا عند شي فنانة في أوروبا ولا أيور يعني بدرة اللي تتنسلخ من هذه التقنية الانطباعية، فهما تيحاولوا يدعموه ويساندوه بمقالات وبتنظير من أجل إيجاد واحد الاتجاه جديد يسمى بالانطباعية الجديدة. هذا هو من وأنا في هذه الخانة الانطباعية الجديدة وإن كانت شوية مجردة. تنتواجدوا بالرواق الوطني باب الرواح واللي تيحتضن المعرض اللي تنقيمو حاليا فيه اللي عيدو من 5 حتى 24 شتنبر، واللي تيحمل العنوان ديال ملكوت اللون بين الحلول والتعالي. فتفضلوا معايا باش نقوموا بواحد الزياره للوحات ونشوفوها معنا. الموضوع تحمل هم صوفي له حمولة صوفية، يعني ملكوت اللون، يعني أنا الاشتغال ديالي هو تساؤل أكثر منه جمالي استيتيقي أكثر منه ميتافيزيقي كما يظن البعض يسحبون من هذا. أنا أشتغل أكثرية على ما هو جمالي واستيتيقي، وعندي يعني الهم الوحيد هو الاشتغال على اللون، وهذا سؤال انا كنت نطرحه من قديم يعني جدا، هو سؤال وبحث في اللون اللي هو بالنسبه لي ملكوت، ويعني البحث سيستمر ان شاء الله. والتجربه هي جديده لا من ناحيه التقنيه ولا من ناحيه تقريبا الموضوع.
وصلنا لنهاية هذا العدد، كنتسنى اقتراحاتكم وتساؤلاتكم عبر البريد الإلكتروني للبرنامج، وما تنساوش تتابعونا في الصفحة الرسمية لدوزيم ماغ على موقع الفيسبوك. نتلقاو في أول اثنين من شهر أكتوبر. إلى اللقاء.